السلام عليكم. هذا الفيديو الرابع لشرح مادة الدكتور شعبان. خلصنا احنا هيك الابينفرين الاول. اول اشي بالسمباثوميمتكس، اول دروب بالسمباثوميمتكس. نحكي هسه على السالبيوتامول. السالبيوتامول له اسم ثاني هو البيوترول. البيوترول انا بتوقع هو اسمه في امريكا، السالبيوتامول هو اسمه في بريطانيا او العكس. المهم انه لو شفتوا كلمة البيوترول هو نفسه السالبيوتامول. فماركودينامكس ميكانيزم سيلكتيف بيتا 2 اغونست، في كل اكشن تاعونه حتكون ايش؟ برونكودايليشن، كريس كلانكوجينوليسيس كريتا موسس اند ليفر، فازودايليشن اوف سكيلتان كورونريز، اور مانتسن ريلاكسيشن ويتش از ا ديس ادفانتج، يعني بيعمل كونستيبيشن. سنترال هون از برونونس واي بيكوز اتس ا نون كاتيكولامين. احنا اتفقنا ان النون كاتي يعني لما نسمع كلمه سيلكتيف نبلش نشك انه هذا الدراج از ا نون كاتيكولامين، خليها هاي حاضره في بالنا. سيلكتيف بيتا وسيلكتيف الفا اغونست بيكونوا بالعاده نون كاتيكولامين. سنترال بما انه نون كاتيكولامين كوسس بلاد بين باير، هي مالك انكزايتي اند تريمرز. انكزايتي معناته قلق، تريمرز معناته رجفه بالايد. بيتا 1 اللارج دوزز بيحكي لك انكريس هارد ريت دو تو لوس اوف سيلكتيفيتي. شوفوا السيلكتيفز لا يعني انه مش راح يشبكوا وذ اذر ريسبتورز بالمره، بيشبكوا وذ اذر ريسبتورز بس ات لارج دوزز. بالعاده بيشبكوا بالريسبتور اللي بيكون اكثر شيء بيشبه المين تارجت ريسبتور. يعني مثلا هون احنا عندنا مين تارجت ريسبتور هو بيتا 2، النارج دوزس ممكن يشبكوا مع بيتا 1 اللي هو بيشبه البيتا 2 اكثر من الفا 1 والالفا 2 اكيد. في نهاية النارج دوزس بس بزيد عندك الهارد ريت دو تو لوس اوف سيلكتيفيتي يوزز دوزس اند روتس. بونكال ازما نستخدم احنا السالبيوتامول سيلكتيف بيتا 2 اجونست بونكال ازما. تريتمنت مينلي ايش قصدهم هون بالتريتمنت مينلي؟ يعني بالعاده بالاكيوت اكزازربيشنز او اكيوت اوبستركتيف ابيسودز نستخدم سالبيوتامول. طبعا احنا بنعلم البيشنت اوكي كيف يعني بالاكيوت اوبستركتيف ابيسودز يتصرف، لانه اذا عرف يتصرف صح بالاكيوت اوبستركتيف ابيسودز ممكن ما يجي على الطوارئ، يعني عادي يحس حاله انه انخنق شوي بلش يصير عنده اكيوت اوبستركتيف ابيسودز، يستخدم السالبيوتامول ويعرف يتعامل مع الوضع واموره بترجع كويسه. الاكيوت اوبستركتيف ابيسودز هذا يعني انه اكيوت اوبستركتيف ابيسود انه حيجيك وهو منازع دائما، لا في عندك يعني زي يعني different grades of severity للاكيوت اوبستركتيف ابيسودز. لو عرف البيشنت يتعامل معها بسرعه وباحترافيه he might not need an emergency admission. المهم هون treatment mainly خصوصاً acute obstructive episodes because it's a bronchodilator. أصلاً هون الأكشن تاعه عكس الإبنفرين. الإبنفرين كان بيعالج مشكلة congestion والinflammation، هذا يعني تركيزه أكثر على bronchodilation ما بيأثر على congestion. and prophylaxis. prophylaxis معناته prevention، prevention of acute episodes. ولو إنه يعني ما بنستخدمه كثير للprophylaxis، هسه اللي قدام بتشوفه في أشياء أسفح منه بالprophylaxis. given as tablets oral 2 milligram 4 times daily syrup شراب sustained release. ها شايفين هون tablets oral because it's a non catecholamine. كل كلمة يعني إلها يعني إلها سبب منطقي. يعني syrup sustained release tablets inhalation IV and IM. بالعادة هو inhalation، بالعادة السالبيوتامول ينعطى inhalation عشان يتركز كله باللونجز، هاي أول نقطة. وكمان عشان نقلل systemic side effects. انتو بتعرفوا في عنا systemic side effects زي increase glycogenosis skeletal muscle and liver، ممكن يعمل لنا hyperglycemia intestinal relaxation، ممكن يعمل لنا constipation. هاي الشغلات نقللها لو عطينا oral. هاي الشغلات بتصير لانه الدرج وصل للبلاد ستريم. inhalation بضل متركز في اللنجز. اوكي اللنجز عندها يعني good blood supply بس التيشو بتاعت اللنج بتستخدم، هي بتستخدم بيتا 2 بدل ما عفوا هي بتستخدم السالبيوتامول. بدل ما السالبيوتامول يتوزع في البلاد ستريم على كل الجسم كمية قليلة أو أقل من اللي بدنا إياه هي توصل لنكس، لا انهاليشن وأغذى بالسالبيوتامول يوصل للنكس. فعشان هيك السيستميك أو هدول السايد افكتس بالانهاليشن بتكون أقل. ممكن ينعطى اي في وانتر ماسكولار انجكشنز. طب ينعطى اي في لما تكون الاكيوت اوبستركتيف ابيسود خلص يعني البيشنت از داينج. يعني بالاكيوت اوبستركتيف ابيسود اول شيء ببلشوا سالبيوتامول انهاليشن سالبيوتامول بافس وبيزيدوا البافس، بعدين ببلشوا يعطوا انتي ماسكارينكس بروتروبيوم، بعدين بيعطوا ماغنيسيوم سلفيت، وبعدين اخر شيء بيعطوا اي في سالبيوتامول.
يعني اي في سايبوتامول هاي في حاله انه البيشنت قاعد بنازع من الكيوت اوبستركتيف ابيسود. ادفانتجز رابيد اونست كونه دايركت سمباثو ميميتك. دايركت سمباثو ميميتك معناته رابيد اونست. تبقى كلمه دايركت وان دايركت تعني الفرق بين الاونست وليس في الديوريشن، تعني الفرق في الاونست وليس الديوريشن. لا بتوقع انتم عارفين يعني كمكم ماشيين في الجنرال فارما، بس اللي ما بيعرف اونست هي فتره، الفتره من الزمن اللي بيحتاجها قبل ما الدراج تبلش، تبلش الافكت تاعه تبين. يعني مثلا بنحكي دراج الاونست تاعه ربع ساعه، يعني بده ربع ساعه قبل ما يبلش ياخذ مفعول. يعني بيشنت مثلا بيقعد ربع ساعه هو مش متحسن، بعد ربع ساعه بيبلش يتحسن. الديوريشن هي الفتره من لما تبلش الاونست لحد ما خلص الافكت تروح. يعني مثلا نحكي احنا دراج عنده ديوريشن نص ساعه، يعني او نحكي دراج عنده اونست ربع ساعه وعنده ديوريشن نص ساعه، ماذا يعني هذا الحكي؟ يعني لو بيشنت اخذ الدراج هذا حيقعد ربع ساعه عبين ما تبلش يبلش يتحسن، والديوريشن هي ايش؟ ديوريشن من لما تبلش ربع ساعه، من لما تخلص ربع ساعه هاي تاعت الاونست، لما تخلص ربع ساعه ويبلش وتبلش افكت تبين على المريض تسحب نص ساعة، هاي هي الديوريشن. onset غير عن duration. duration هي المدة الزمنية اللي الدراج بيعمل فيها الأكشنز تاعونه. onset الفترة بين ما يبلش يعمل الأكشنز تاعونه. بحكي لك longer duration than catecholamines. epinephrine not metabolized by mouth count. can be given orally. not metabolized by mouth count. وهي advantages عن epinephrine. نحن حكينا epinephrine بيشتغل على أكثر من receptor. كمان راح يصير له ميتابوليزم سرعه ما وركمت، انت ما بتقدر تعتمد عليه بنفرن. يعني no cardiac actions in small doses might beta 1 can be given in hypertensives no alpha 1 actions. فاهمين الفكره؟ as a chronic disease تقدر تستخدم شيء and that has very short duration epinephrine. لو بدك تستخدم epinephrine which has very short duration مش هتوفي معك، يعني بدك اشياء عمليه اكثر duration تاعها اطول وهيك هكذا. يعني can be given in hypertensives no alpha 1 actions. وهي كمان advantage اذا على epinephrine. disadvantages 1 tolerance. tolerance معناته loss of efficacy. Refractoriness to beta agonist. تبطل حتى أزمة تجاوب للبيتا agonist. Why؟ أول إشي something that has to do with the beta receptors. سنهم down regulation. down regulation معناته production of beta receptors في المونكل سيلز أو يعني في المونكل ميكوزا بيقل. B internalization يعني الريسبتورز الموجودة على السطح بصير لهم يعني السيل بتسحبهم وتخزنهم جواتها، بتقلل عدد الريسبتورز اللي برا. C decrease sensitivity يعني حتى لو ضل عندي receptors برا، حتى لو ضل عندي receptors راح يبطلوا يعني لو شبك معهم السايبوتامول مش هيعملهم activation خلاص. decrease G stimulatory protein coupling حتى لو شبك معهم السايبوتامول مش هيعملهم activation، عشان هيك لازم نستخدم معهم inhaled corticosteroids عشان الأسباب هاي. هسه بنشوف، هاي أول نقطة. ثاني نقطة locked lung syndrome chronic use بصير في عندك narrowing of bronchi لأنه في عندك أنت تنساش، عندك congestion، عندك congestion of bronchi mucosa، عندك chronic inflammation، عندك scarring، عندك fibrosis. هاي الشغلات ما بتحلها البيتا، ما بيحلوها selective beta 2 agonist. عندك أنت lack of vasoconstrictor action. vasoconstrictor action أوكي أنت قاعد بتمنع acute obstructive episodes، بس chronic gradual irreversible narrowing أنت مش قاعد بتمنعه. بالإضافة كمان أنه congestion هو أصلا direct narrower لأنه يعني fluid is occupying space، فبالتالي انت هيك يعني عم تعمل دايركت يعني ناوينج انه دايركت واي. فكل هاي الشغلات تعمل لك تولرنس عشان هيك ما بتجاوب. عشان تو كانت تو اك ذيس تو بوينتس، اول وحده هي دوكت لونج، ثاني وحده داون ريجوليشن اوف بيتا ريسبتورز، لازم نستخدم الهيد كورتيكوستيرويدز. الهيد كورتيكوستيرويدز بيمنعوا هدول الشغلتين. ادفيرس افكتس سنترال تريمرز معناته رجفه بالايد، وانكزايتي قلق. بيتا 2 كونستيبيشن وهايبرجلايسيميا. بيتا 1 تاكيكارديا بيك دوزز. نيجي احنا على الكتريت سيمباثوميميتكس بارت 2. هاي اخر اشي بالسيمباثوميميتكس، بعديها بنفوت على بيتا بلوكرز. بعد ما نخلص البيتا بلوكرز بنفوت على الكولينوميميتكس.
كولينوميمتكس بشكل عام اسهل من اسهل من ادوناجك. ادوناجك هي اصعب شيء. uses of selective beta 2 agonists زي ما حكينا ممكن ازمه كونيك اوبستركتيف بولمونري ديزيز. كونيك اوبستركتيف بولمونري ديزيز هم اكشلي تو ديفرنت ديزيزز بس هم حاطينها يعني حاطينها تحت نفس المسمى لانهم اوبستركتيف يعني انه اثنين اوبستركتيف والاثنين كرونيك. اول واحد هو كرونيك برونكايتس. بس بدي اشرح ليش هو اوبستركتيف يعني ما تتذكروش التفاصيل اللي راح احكيها. اي هون هيلثي انفلاميشن اكسس ميوكس يعني خلينا نشوف هون. هون في عندك هيلثي اير واي هون بيكون في عندك انفلاميشن في الميوكوز انكريس نمبر اوف ميوكس جلانز اكسس ميوكس. شايفين سموت مسل هايبرتروفي شايفين كيف اللومن هون بيفرق عن هون. هون الفتحه دي هي اللومن اوسع من هون عشان هيك اوبستركتيف. ثاني ديزيز هو الامفيزيما زي ما بتعرف الغاز اكشينج بيصير في الانفيولاي. الانفيولاي هاي هون عند ساوندد باي بلاد اكسجين بيكون جوات الاير ساكس هذول الالفيولاي. طبعا ده سمول ذا نيومرس معناته عددهم كبير عشان يزيدوا السيرفس اريا فور غاز اكسشينج عشان اكسجين من الالفيولاي يفوت على البلاد كاربون داي اوكسيد يفوت جوا الالفيولاي بسرعه يصير هالقصص هاي كلها عشان هيك ذا سمول ونيومرس كثار كثير عددهم ذا سمول ان سايز عشان يزيد السيرفس اريا. بالانفيزيما بصير في عندك ديستركشن هذول الالفيولاي بالتالي decrease surface area with gas exchange بصير impaired. بس يعني انتو بس يعني عشان تكونوا عارفين ايش هم chronic obstructive pulmonary diseases هتاخدوهم اكثر بالRS. short acting selective beta 2 agonist as هدولا wonderful terbutaline, phenotyrol, retodrin هدولا short selective beta 2 agonist. salmeterol والformeterol هدولا long. Such as salmeterol, partial agonist, and formeterol, full agonist, are preferred. Compared to salbutamol, they have. يطلع هدول long-acting beta 2 agonist. Compared to salbutamol, they have. خلينا شوي من الدنيا. لا تنسى تخلي آخر شيء. They have longer duration of action. 12 hours. Longer duration of action. And a mild anti-inflammatory effect. Mild congestion of bronchial mucosa. طبعا كونهم مايد يعني كون عندهم مايد انت انفلاماتوري لا يعني انه احنا مش لازم نستخدم الهيد كورتيكوستيرويد. لازم نستخدم الهيد كورتيكوستيرويد عشان نعالج قصه الانفلاماتوري سيلز انه كورتيكوستيرويد الهيد كورتيكوستيرويد هم انت انفلاماتوري بيشتغلوا بيعمل سبريشن للاميون بيعمل سبريشن للاميون سيستم. في الميون سيلز والإنفلاميشن قاعد بيصير في الميوكوزا من الهيد كورتيكوستيرويدز بتشيله in addition انه هذا down regulation internalization بيتا سيبتس بيجن. فهي النقطة long duration of action مع الانت انفلاماتوري this is a bonus لازم برضو نستخدم كورتيكوستيرويدز مع long acting بس مع الانت انفلاماتوري effect is a bonus for the long acting برضو. طبعا فعشان هيك it's used for prophylaxis of bronchial asthma by inhalation twice daily. What has this disadvantages? Used for prophylaxis of bronchial asthma. استخدمهم للprevention. Prevention of acute obstructive episodes. و يعني decreasing the progression of the chronic inflammation and narrowing of the airways. بس طلعوا هون. الوحدة عندها delayed onset. 10 to 30 minutes. لأنها more like prophylactic dissolving cytoplasmic membrane bilayer فبصير لها gradual dissolution. I delayed onset يعني it's a disadvantage يعني عشان هيك انت ما بتقدر تستخدم long acting beta 2 agonist في acute obstructive episode. تستخدمهم for prophylaxis for prevention of acute obstructive episodes لكن لما تصير عندك acute obstructive episode لازم تروح على salbutamol لأنه تهزم more rapid onset هاي تطلع الانست 10 to 30 minutes. واحد عنده acute obstructive episode بدك تستنى عليه نص ساعة أكيد لا. شو كنت بدي أكتب أنا؟ سنبرين بس عشان أشرح لكم هاي النقطة تحت delayed onset.
افترضوا هاي السيل ميمبرين تعرفوا انه فوسفور ليبيد بايلير هون عندك بروتينز. افترضوا ان هدول البروتينز هم بيتا 2 ريسبتورز. عندك انت هون 10 مولكيولز اوف لونج اكتين بيتا 2 اجونست. راح يجوا مثلا 2 مولكيولز يشبكوا مع 2 بيتا ريسبتورز. وايت دي ويل ديسولف ان ذا سيتوبلازم او في لانه مو لايبوفيليك 8 ويل ديسولف ان ذا سيتوبلازم ان ذا فوسفور ليبيد بايلير ان ذا فوسفور ليبيد بايلير. بعديها بصير كل فترة واحد بفك بيشبك مع البيتا سيبتز، واحد بفك بيشبك مع البيتا سيبتز وهيك. هذا معناته كم جراجوال ديستوليوشن، ده مو لايبوفيليك فبيدوبوا في السيل ممبرين، انا بصير جراجوال ديستوليوشن بيشبكوا مع بيشبكوا مع البيتا سيبتز. الجهة المقابلة سالبيوتامول از ليس لايبوفيليك، فخلينا نحكي عندك هون 10 مونيكيوز اوف سالبيوتامول، سبعة حيشبكوا مع البيتا سيبتز وثلاثة حيدوبوا في في الفوسفوليبيد بايلير وبصير يطلع واحد واحد واحد. شفتوا سبعة شبكوا عطول. هذا طبعا سبيل المثال. عشان نلخص موضوع الأزمة، البنفرين is not first line in asthma. إذا البنفرين عشان الإفكتس على الريسبتورز، كمان إنه إله إفكتس على الريسبتورز، وكمان عشان إنه short duration ما وقمت فمش عامل يطاعت كتير دوزز، يعني اطاعت دوزز كبيرة وهي الشغلات ممكن تعمل لك undesired side effects. عشان هيك بنفس not first line، بس ممكن نستخدم في السيفير والإمرجنسي خصوصا بالتشيلدرن، يعني الكبار بيكون عندهم comorbidities heart disease hypertension مش منطق تستخدم مع ابنفن. هاي اول نقطة. ثاني نقطة for prevention تستخدم long acting beta 2 for prevention and maintenance بتستخدم long acting beta 2 agonist زي salmeterol formaterol long acting وليس short for prophylaxis for prophylaxis و the maintenance عشان تمنع both the acute obstructive episodes with chronic inflammation and narrowing تستخدم long acting beta 2 agonist for acute obstructive episodes بتستخدم انت salbutamol short acting beta 2 agonist. طبعا ممكن تستخدم شورت اكتين بيتا 2 اجونست فور بروفيلاكسيس وبريفنشن بس راح تستخدم دوزز كبيره يعني. فالشيء الصح الشيء الصح انك او عفوا يعني الادمنستريشن تاع السالبيوتامول حيكون دوزز واكثر من مره في اليوم، جزء 4-5 مرات في اليوم. هون انت بس توايس ديلي. فالشيء اللي عمل تستخدم لونج اكتين بيتا 2 اجونست فور بروفيلاكسيس وتستخدم short acting beta 2 agonist for the treatment of acute obstructive episode. لما تصير عندك acute obstructive episode salbutamol عطول. عشان هيك شوفوا انتون بالguidelines، يلا خلينا نعطيكم شوية clinical asthma guidelines، شوفوا هم بالguidelines كيف بيكونوا كاتبين. نهاية corticosteroids طبعا جدا مهمة. Reliever معناته لما تصير acute obstructive episode short acting طلع وين بيكون long acting beta agonist long acting beta 2 agonist long acting beta 2 agonist هذا preferred control treatment. هذا reliever معناته during acute episodes. لما يصير في عندي acute obstructive episodes بستخدم reliever هو short acting beta 2 agonist. They should be combined with low dose inhalational long acting corticosteroids. Corticosteroids جدا مهمة. بجوز لسه أهم من البيتا. من البيتا 2 agonist. لأنهم they have anti-inflammatory actions. هاي أول إشي. They antagonize tolerance and downregulation of beta receptors. Therapy duration of selective beta 2 agonist should be as low as possible. يعني عندك تستخدم أقل كمية ممكنة من البيتا 2 agonist. Without inhalation steroids combination, they increase morbidity and mortality. يعني administration of inhaled corticosteroids بيقلل عندي من شدة الأزمة كمرض وبيقلل من الوفيات نتيجة الأزمة. في عنا ultra long acting selective beta 2 agonist such as indacetrode هذا partial agonist 24 hours or duration of action معناته inhalation once daily. شفتوا هون احنا قاعدين نستخدم وين مكان الريسبتر عشان نعالج pathologies في هذاك المكان. يعني احنا عارفين انه عندنا beta 2 receptors في اللونجز فاحنا بنعالج diseases of the lungs هي بونك الازمة كونك obstructive pulmonary disease. نعرفين انه في عندنا beta 2 receptors في skeletal muscles فبنستخدمه for peripheral vascular diseases such as Raynaud's phenomenon. Raynaud's phenomenon هو بيكون عندنا vasoconstriction في blood vessels او في blood vessels تعون الهاند
وفينجرز عشان يكون أدق. شايفين هون وينوس فينومينن وايت بتصير أول إشي constriction, بعد constriction بتصير وايت due to lack of blood flow, due to lack of oxygen cyanosis, red when blood flow returns. فاحنا بنستخدم بيتا 2 بيتا 2 اجونس عشان نعمل فازو دايليشن سكيت المصل ارتيوز ويزيد البلد فلو. نجي على ثلاثة بريماتشور ليبر يتدوين هاز توكوليتك يتوان ريلاكس نتفك يتوان ريلاكسيشن. الليبر اوكي هي الولادة بتصير due to contraction of the uterus. اليوترس هو سموث مصل, يوترس سموث وليس سكيت المصل, الرحم هو سموث مصل. Labor proceeds due to contraction of the uterine smooth muscles. فأنت إذا صار في عندك premature labor بتستخدم beta 2 agonist, هي ريتودرين بالذات ريتودرين. أوكي لأنه عنده tocolytic uterine relaxant effect فبيعمل لك uterine relaxation وبتعمل termination of premature labor. يعني premature labor ولادة مبكرة يعني على الشهر السابع أو الثامن بدل التاسع. تمام؟ طبعاً يعني هاي شغلة كلينيكال بس عشان تكونوا عارفين التوكوليسيس او التوكوليتيك افكت هذا بيضل بس كم من يوم. يعني فكرة انه مش والله يعني اذا انت عطيته لواحدة بالشهر السابع او الشهر الثامن مش حتخليها يعني توصل التاسع, انت بس كم من يوم انت قاعد تكسبها, بس اليوم الواحد بيفرق مع الفيتس. دائما اليوترس اسفح بكثير من اي انكوبيتر او حاضنة. يوم واحد في اليوترس اسفح من ايام بالخداجة, فعشان هيك اليوم الواحد بيفرق. فانت بدك تكسب البيبي هذا كم من يوم. التودينس also used in the treatment of contraction wing during the labor. شوف هاي هون contraction wing. Contraction wing بتصير due to excessive contraction of the uterus. مرات في الليبر بصير في عندك excessive contraction of the uterine smooth muscles. بصير في عندك اشي شبه constriction wing أو اسمها banded wings. هاي هاي كاتبها هون banded contraction wing. طبعا excessive uterine contraction هذا ممكن يسبب لك uterine rupture with life threatening for both the mother and the fetus. بصير في عندك نزيف hemorrhage. نستخدم ريتودرين. نورابينفرين يجي على فارماكودينامكس تاعت النورابينفرين. Stimulation of alpha 1 receptors mainly with weak beta 1 and weaker beta 2 agonistic action. قارن هذا بالابينفرين. الابينفرين كان على كل الريسبتورز بالتساوي ولو انه في سلايت بريفرنس بالبيتا 2 بس على كل الريسبتورز بالتساوي. النورابينفرين لا بتركز على الالفا with weak beta effects. Pharmacological actions alpha 1 actions mention vasoconstriction of skin, mucous membranes, splanchnic area, كل الشغلات هاي. Norepinephrine is a more potent vasoconstrictor than epinephrine, which has more potent beta 2 effects. أكيد لأن norepinephrine بتركز وين في الألفا. Effects bradycardia due to increased blood pressure. خلينا نشوف شو هو reflex bradycardia. هذا أو Mary's law زي ما بسموه. Due to increased blood pressure. شوفوا الجسم عنده إشي اسمه باروسيبتر ريفلكس. باروسيبتر ريفلكس خلينا نرجع على السلايد هاد أحسن زي ما هو مكتوب بالسلايد هاد. لما يقل فنفترض الجسم قلل البلد بشر عنده, قلل البلد بشر أي سبب من الأسباب ديهايدريشن نزيف يعني صار في عندنا شغله بالفيسل او فيسل ابنورماليتي مثلا فازودايليشن اشي زي هيك. المهم ان الشغله ذات ريليتس تو ذا فيسل نفسه مش للهارت. لما يصير في عندي ديكريس في البلد بريشر due to decrease amount of blood او لاي سبب من الاسباب, لما يقل عندي البلد بريشر شو حصير بالكاردياك اوتبوت, او عفوا لما يقل عندي البلد بريشر شو حصير بالبلد فلو ثرو ذا بلد فيسلز, حتقل. طب لازم الجسم يتعامل مع هذا الشيء لانه لو قل البلد فلو
لو قلب دوت فلو راح يصير في عندي شوك هيك، خصوصا لو كان لو قلب دوت فلو للدماغ، صح؟ ممكن الدماغ يموت، الدماغ ما بيتحمل كثير ديكريزنج بلاد سبلاي، كلها كم دقائق كم دقيقه وبيموت. فشو حيعمل الجسم عشان يرجع يزيد البلاد بريشر؟ حيشتغل على الكاردياك اوتبوت، حيشتغل على المعادله هاي اللي فوق، حيشغل عنا او حيفعل عنا شيء اسمه باروسبتور ريفلكس. انا قاعد عندي البلاد بريشر، فالبلاد فلو حيقل، صح؟ انا لو قاعد عندي جنرال بلاد بريشر، البلاد فلو بشكل عام كل الجسم حيقل، فلازم افعل الشغلات اللي فوق. ببلش عندي شيء اسمه باروسبتور ريفلكس، هيا شوفوه، بدأ شون decreased arterial pressure، بيحكي لك decreased baroreceptor firing. فايش حتكون النتيجة من baroreceptor reflex؟ increased sympathetic activity، decreased vagal activity. vagal معناته parasympathetic، نفس المعنى يعني. decreased vagal activity، increased sympathetic activity. شو حتكون النتيجة؟ increased systemic vascular resistance، معناته vasoconstriction، وincreased the cardiac output، بزيد عند الهارت ريت، بزيد عند الهارت ريت. انه اتفقنا احنا cardiac output is a function of stroke volume, contractility و heart rate. بزيد عند الهارت ريت عشان يزيد cardiac output، بزيد systemic vascular resistance، فبيرجع البلد بريشر طبيعي، بيرجع البلد بريشر طبيعي. فشي صار عندي في reflex bradycardia؟ عفوا، هذا حكي انا بنشرحه بشكل عام، لسه احنا بنحكي اذا صار في عندنا decreased blood pressure. إذا صار في عنا decreased blood pressure، أنا عارف إنه هاي increased، بس أنا عم بركز على decreased blood pressure، راح يصير في عنا baroreceptor reflex، راح يصير increase في sympathetic و decrease في parasympathetic، و increase في sympathetic زي ما بتعرفوا حيشتغل على beta 1 receptors، راح يعمل لي increased heart rate عشان أزيد cardiac output، أزيد أعمل increased heart rate عشان أزيد cardiac output وأزيد the pressure. صح، ما هو blood pressure equals cardiac output على total resistance، عفوا ضرب total resistance، cardiac output ضرب total resistance. على الجهة المقابلة حكينا decrease blood pressure راح يصير عندي reflex tachycardia، اسمها reflex معناته انعكاس منعكسة. طب لو زاد عندي blood pressure، صار عندي hypertension، ايش حيصير في الهارت؟ reflex bradycardia، reflex bradycardia، عشان ما يصير في عندي hypertensive emergency، ما ترتفع blood pressure the values كبيرة كثير ويصير في عندي damage للorgans. هاي ميكانيزم baroreceptor reflex، هي ميكانيزم بيسيطر فيها الجسم على blood pressure using baroreceptor. baroreceptor معناته sensors بيقيسوا الضغط، شايفين موجودين بالcarotid arteries، موجودين في aortic arch، بيقيسوا والدم هو قاعد بيعمل فلو في الارتريز، هذول هم بيقيسوا ضغط الدم. لو حسوا ان ضغط الدم نزل بيشغلوا باروسبتر ريفلكس، increased sympathetic decreased parasympathetic عشان الكارديك اوتبوت يزيد، السيستميك فاسكولار ريزيستنس تزيد، وبالتالي البلد بريشر وذ البلد فلو يرجع كويس. Uses by IV infusion dependent only on vasoconstrictor alpha 1 actions. شو حصير في عندي هون او وين احنا ممكن نستخدم النورابينفرين؟ بحكي لك cardiogenic shock in severe hypotension، cardiogenic shock in severe hypotension. كلمة shock حكينا inadequate blood flow or inadequate perfusion generalized the cold body، generalized the كل البادي، هاي معناته كلمة شوك. طبعا شوك معناته إذا ظلت زي ما هي death of body tissues، أولهم من البرين يعني، أولهم من البرين، وإذا البرين صاروا death خلاص مات كل البيشنت as a whole قبل ما تموت التيشوز الثانية حتى. cardiogenic معناته source of is the heart. ليش بصير احنا عندنا cardiogenic shock؟ يا ما بصير في عندك acute heart failure، acute heart failure نفس الهارت مسل سيلز مش قادرين يعمل كونتراكشن، ممكن يصير في عندك اكيوت ام اي جلطه في القلب عملت لك ديث اوف كاردياك مسل سيلز، ممكن يكون صابك اريثميا، ممكن يكون في
cardiac arrest. عندك كثير أسباب للكارديوجينيك شوك. فإحنا مستخدم النورإبينفرين في الكارديوجينيك شوك. By vasoconstrictor alpha 1. لما أنت تستخدم vasoconstriction معناته شو عملت أنت في البلد بريشر؟ أنت بالشوك بدك تزيد البلد فلو صح؟ بدك تزيد البلد فلو بدك تلعب على البلد بريشر بدك أنت ترفع البلد بريشر. بدك ترفع أنت البلد بريشر بشكل يعني بكل الجسم بدك أنت ترفع البلد بريشر عشان البلد فلو يتحسن لكل الجسم. البلد بريشر is a function of cardiac output and total resistance. Norepinephrine هزيد عندك التوتال ريزيستنس لانه حيعمل فازو كونستريكشن للسكن والميكوزا والسبلانك نيك ارتريز هذول هزيد عندك التوتال ريزيستنس. الكارديك اوبوت راح يشبك كمان مع بيتا 1 حتى لو انه ويك فبالتالي حيزيد عندك الكارديك اوبوت زاد عندك الاثنين فزاد عندك البلد بريشر. ننساش كمان انه باي فازو كونستريكشن ثرو ذا ارتريز السكن والسبلانك نيك والميكوزا قاعد بتقدر انت بلد فلو ثرو ذا نون فايتال اورجنز. انت اولويتك البرين في الشوك دائما اولويتك البرين والهارت. بين والهارت هم أهم تو أورغانز في الشوك. فأنت باي vasoconstrictive effects of norepinephrine تقدرت blood flow to the non-vital organs وزيت أنت total resistance بحيث أنك ترفع blood pressure وتزيد blood flow في كل الجسم. باي weak beta 1 actions أنت برضو زيت cardiac output زيت طرفين معادلة فأنت زيت blood pressure باي زيادة البلد بريشر انت زدت البلد فلو. acute hypotensive state such as spinal shock هاي لها اسم ثاني ادق اللي هو neurogenic shock. هاي بتكون لما يصير في عندك interruption the sympathetic supply بتعرف انتو sympathetic هو اللي بيعمل يعني الالفا 1 اوكي sympathetic nerves بيعملوا supply لل وين الباوربوينت برزنتيشن هي sympathetic nerves بيعملوا supply للسكن والفازو كونستريكشن والعفوا السكن والسبلانكنيك ارياز والميكوزا هم بيعملوا فازو كونستريكشن صح. لما يصير interruption هذول sympathetic nerves راح يصير في عندك فازو دايليشن في المناطق هذه يصير عندك فازو دايليشن فهي اسمها neurogenic shock اسم أدق من spinal shock. spinal shock ممكن توصف فيه spinal cord transection. أيوة طلعوا neurogenic shock versus spinal shock. أيوة hemodynamic changes sudden loss of autonomic zone due to spinal cord injury. Spinal shock loss of all sensation and is not circulatory in nature. Loss of sensations below the injury. Loss of sensations below the injury. أيوة وريكو كمان هون. Absence of all voluntary and reflex neurological activity below the level of injury. أيوة أنت هون مالكش دخل حتى في ال مالكش دخل انت هون في البلد فيسز بالسبانال شوك. بنطلع طلع نيوجينيك شوك هي هاي قصده عنها الدكتور شعبان. انا بس عشان قدام يعني في الكلينيكا لازم تكونوا مميزين بين الاثنين سبانال ونيوجينيك. بعرفش يمكن في مصر بسموها سبانال او كان اسمها سبانال اصلا بعدين حولوها لنيوجينيك. نيوجينيك شوك تاعت البلد فيسز كان اصلا اسمها سبانال بعدين حولوها نيوجينيك. او ممكن في مصر اسمها سبانال الله اعلم. يعني ضروري انكم تميزوا بين الاثنين او يعني تكونوا عاملين هيك ديستينكشن بين الاثنين. الاثنين مش نفس الشيء. سبانال شوك مش نفس نيوجينيك شوك. اللي قصده عنه هون دكتور شعبان هي نيوجينيك شوك. سيلكتيف الفا 1 اغونست فارماكولوجيكال اكشن سيميلر تو نورابينفرين وذ لونجر ديوريشن. ايوه لأنه نورابينفرين بيشتغل مين على الألفا 1 سيلكتيف ألفا 1 أغونست حيشتغل سيميلر تو نورابينفرين with longer duration because they're non-catecholamine non-metabolized by marrow can be given orally with past blood brain barrier والشغلة هاي. should use استعون in selective alpha 1 agonist with postural hypotension midodrine's oral product. postural hypotension
معناته decrease in blood pressure due to change in posture. خلينا نرجع نحكي قصة الباروسبتر ريفلكس. هذا أكيد خصوصا الشباب لما يكونوا مثلا الإمام قاعد يخطب بصلاة الجمعة بيكونوا قاعدين على الأرض متربعين. إذا لاحظتوا أوكي، إذا لما واحد فيكم يقوم مرة واحدة بعد ما الإمام خلص بده بعد لما يخلص الخطبة بتاعته بده يصير يأم، إذا قام واحد فيكم مرة واحدة بحس حاله مرات في بعض يعني في بعض من هاي المواقف إنه زي عنده شوية دوخة، بحس إنه هيك قلبه صار يتسارع، صح؟ بحس إنه نبضات قلبه صارت تزيد. من إيش صار هذا الحكي؟ لأنه بيكون لما وقف، لما يكون الشخص، لما أنت تكون قاعد وتوقف مرة واحدة، بيكون البلد أو الجرافيتي حتسحب البلد بالفينز لتحت، حتسحب البلد بالفينز لتحت بالفينز، تعمل بولينج للبلد اللي في الفينز المخزن قاعد بيمشي شوي شوي بالفينز للهارت، تعمله بولينج داون. فالفينس ريتيرن للهارت، فينس ريتيرن للهارت اسمه بريلود، عشان تعرفوا شو معناته كلمة بريلود لقدام. فالديكريس فينس ريتيرن هيقلل عندك كاردياك اوتبوت. ديكريس فينس ريتيرن معناته ذا ستريتشنج اون ذا هارت اون ذا هارت، فديكريس كونتراكتيفيتي اوف ذا هارت، ديكريس كاردياك اوتبوت. What does decreased cardiac output mean? Decreased blood pressure. What does decreased blood pressure mean? Decreased blood flow. What does decreased blood flow mean? If severe, shock. فإيش الجسم بيعمل؟ بالشخص الطبيعي أنا بحكي فيه compensatory mechanism. اللي هي baroreceptor reflex اللي حكينا عنه. مش أنا قال عندي cardiac output عشان venous return قال، فصار عندي less stretching on the heart. مش قاعد عندنا كارديك اوتبوت. طيب راح يشتغل عندي باروسبتر ريفلكس. الباروسبتر ريفلكس حيشتغل، حيزيد عندي سمباثيتك، حيقل عندي باراسمباثيتك. السمباثيتك حيعمل فازو كونستركشن على السكن والسبلانكنك وهاي الشغلات، فحيرفع لي البلد بريشر، حيشتغل على هذا الطرف من المعادله توتال ريزيستنس، فحيرفع لي البلد بريشر. والسمباثيتك كمان فيا بيتا 1، فيا بيتا 1 حيشتغل على الكارديك اوتبوت عشان يعمل ريفلكس تاكيكارديا، عشان هيك بتحس انه قلبك بتسارع. فعشان هيك انت ما بيغمى عليك مثلا او عادي، يعني انت بتكون قاعد قمت بس شويه دوخه حسيت قلبك يتسارع، حسيت انه في عندك بس شويه زغلله هيك بالعين، وبعدين خلص بترجع عادي بتكمل. باشوال هايبوتنشن، الناس اللي عندهم باشوال هايبوتنشن بيكون عندهم امبيرد باروسبتر ريفلكس، بيكون بالعاده ايلدرلي يعني ختايله، تلاقي كثير خطأ لما يقوموا مرة واحدة بصيبهم إغماء. ليش بتصيبهم إغماء هاي؟ باروسبتر ريفلكس مش قادر يشتغل كويس. بعد الناس الكبار في العمر عندهم impaired sympathetic nervous system، تسوش بيكونوا مرات diabetic، بيكون عندهم neuropathies، كل الشغلات هاي بتعملك impaired sympathetic nervous system. وكمان the young women بعمر 20 بتلاقوا كثير young women عشان الهرمونال امبالانسز، يكون عندهم هرمونال امبالانسز، فالسمباثيتك فالباروسبتر ريفلكس ما بيشتغل كويس. باروسبتر ريفلكس والسمباثيتك افكت ما بيشتغل كويس عندهم، فبصيبهم مرات بارشال هايبوتنشن. عشان هيك بيكونوا يعني زي ما حكى الدكتور شعبان، بيكون عندهم ميدودرين، بيكون عندهم ميدودرين بيلز في شنتيهم. هيو ميدودرين زان اورال برو دراج. برودوك معناته هاي سبستانس ياخذها الجسم بيعدل عليها باي كيميكال رياكشنز بيحولها للاكتيف دراج. هاي اول يوز للباشوال هاي للسلكتيف الفا 1 اجونست. 2 اكوت هايبوتنسيف ستيت ساتش از سباينال شوك، ميثوكسامين اي في، زي ميثوكسامين اي في. 3 نيزل اند اي كونجيشن توبيكالي. توبيكالي معناته مرهم هيك تحطه في المرهم وبيشتغل لوكالي، خصوصا بالانفلونزا نيزل اي كونجيشن كتير تستخدم السيركتيف الفا 1 اجونست في حالات الانفلونزا والرشح ونزلات البرد. بكون في عندك فازو دايليشن بالنيزل ميكوزا وبالاي، في عندك انفلاميشن في المناطق هاي، فبيصير عندك فازو دايليشن، في عندك كونجيشن.
طبعا ضروري هذا الكونجشن عشان يعمل كلينس للفيروس، عشان جسم يعمل كلينس للفيروس. هذا الكونجشن بيضل بس كم من يوم حتى لو سبته لحاله، مش زي الازمه كرونيك وكونتينيوس. كونجشن كم من يوم عشان يصير في عندك كلينس للفيروس، الميون سيستم يعرف يحارب الفيروس هذا وخلص وينتهي من الموضوع. بس في كثير ناس بتضايقوا من النيزل اي كونجشن، فخلص بدك تعطيهم انت دي كونجستنس، هم سيلكتيف الفا 1 اجونست. الفا 1 اجونست انكلود فينيلفرين شورت اكتنج او نافازولين زينوميتازولين اند اوكسيميتازولين لونج اكتنج. شو هم الادفيرس افكتس اوف الفا 1 اجونست؟ هايبرتنشن دو تو ذا فازو كونستركتيف افكت، ريفلكس براديكارديا ما يزول حكينا عنه، ريفلكس براديكارديا دو تو باروسبت يعني دو تو يوز اوف باروسبت ريفلكس. يعني هون مثلا انكريس بلاد بريشر هيعمل لك انكريس في الباراسمباثيتك ديكريس في السمباثيتك، فبيعمل لك ريفلكس براديكارديا. ابورشن بصير في عندك يوتران كونتراكشن، من يوتران سمود مسل الفا 1 بيعمل كونتراكشن سمود مسلز. Uterine contraction in pregnant females. أربعة. Nasal atrophy and rebound nasal congestion. Nasal atrophy بتصير عشان انت عامل vasoconstriction. انت عامل vasoconstriction ها بتصير بالchronic use. بالchronic use of nasal decongestants. Chronic use of selective alpha 1 agonist for nasal congestion. بصير في عندك nasal atrophy لأنك انت قاعد بتقدر blood supply للنيزل ميكوزا، فالنيزل ميكوزا حيصير لها ثينينج، حتبطل هيلثي، حتبطل هيك ماخذ نورشمنت وتكون هيلثي، فيصير لها اتوفي. طبعا بيكون هيك يعني النوز بتاعهم بيطلع ريحه مش منيحه، الناس معهم نيزل اتوفي. كمان ريباوند نيزل كونجشن، ريباوند نيزل كونجشن معناته يعني لما يتبطل الواحد، من واحد يبطل الالفا 1 اجونست ادو سيكتيف الفا 1 اجونست بيرجع النيزل كونجشن بشكل اسوأ من اول. واي؟ صار في عندك اب او عفوا صار في عندك داون ريجوليشن اوف الفا 1 ريسبتورز. زي كيف مبدا البيتا ريسبتورز هون صار في عندك داون ريجوليشن وداون انترنالايزيشن، نفس الشيء الالفا. هذا جنرال رول في الفارما، جنرال رول هوميوستاسيس، الجسم بيحاول انه يقاوم دائما. جسم ماخذ ست بوينت، ماخذ فاليو مش حيغيرها. هون بكون الجسم متعود على state of disease فمش حاب انه يغيرها، حتى لما انت بتحاول انك تتدخل بالدواء هو مش حاب انه يغير هاي state of disease، خلاص اتعود عليها وبطبيعته ما بيحب التغيير. عشان هيك الهوميوستاسيس زي ما بيحكي الدكتور احمد شعبان دي اوحش حاجه اوحش حاجه بالفارما، أوحش حاجة بالفارما. حكينا عن يوزس، نحكي نيجي إحنا هسه على الدوبامين، دي ناس كاتيكولامين. الدوبامين زي ما أنتوا عارفين هو هرمون السعادة، بتوقع كلكم يعني أغلبيتكم إذا مش كلكم عارفين إنه في دوبامين في المخ، عارفين إنه الدوبامين هي المادة التي تسبب الإدمان لما تطلع بكميات كبيرة. فعشان هيك نلاقيها سنترالي وإلها افكتس منيحة سنترالي، وإلها significant effects سنترالي. دوبامين is present mainly in four brain sites: mesolimbic, basal ganglia, hypothalamus, chemoreceptor zones. هذول different sites في البرين. أول شيء mesolimbic هاي منطقة في البرين مسؤولة عن العواطف، لما يقل الدوبامين فيها هيعمل لك depression اكتئاب. لو الدوبامين فيها كان normal يكون الشخص نورمال، لو كان عادي شوية يكون الشخص هذا هابي، يعني يكون عنده زيادة في الهابينس. طب لو زاد كثير سايكوسيس، انفصام، انفصام شخصية، يعني الشخص بصير عايش في عالم آخر، بصير يهلوس، بصير يسمع شغلات محدش بيسمعها، بشوف شغلات ما حدا شايفها، بخش بأوهام، فهاي معناته سايكوسيس. اثنين بيزل جانجليا، بيزل جانجليا هاي مناطق في البرين مسؤولة عن الـ automation of movement، يعني automation of motor movements تاعون ايديك ورجليك وهاي الشغلات مسؤولة عن automation تاعتهم ومسؤولة عن انسيابية الحركة تاعك.
بتخلي الحركة تاعتك أو الموفمنتس تاعونك يتم بانسيابية ورشاقة، بدل ما يكونوا هيك حركات خرقاء وكرود، يعني حركات مش دقيقة، هاي معناته. فهم بدل ما يخلوا حركاتك هاي كرود وخرقاء ومش دقيقة وما بتأدي الغرض منها، بتعمل لك اوتوميشن وسموثنج للموفمنت تاعك، تخلي الموفمنت سموث. فديكريز الدوبامين في البيزك جانجليا بتعتمد على الدوبامين تو بيرفورم ذيس فانكشن. لما يقل عندك الدوبامين في البيزك جانجليا بصير في عندك شيء اسمه باركنسونيزم. باركنسونيزم معناته ساينز اند سيمبتومز اوف باركنسون ديزيز. باركنسون ديزيز، شوف الباركنسون ديزيز هذا مرض الشدد الرعاش. ستوبت باستشر معناته ظهره محودب. باك ريجيديتي ظهره متصلب. شايفين كلها موفمنت ديسوردرز. فليكست البوز اند ريست دائما فليكست 24 ساعة. تريمرز ان ذا ليجز، شفلنج شورت ستيبد جيتس معناته بيسحل خطواته تسحيل ما بيمشي عادي. هاند تريمر، ريديوست ارم سوينج. شايفين حتى ايديه بتصفي زي كانه قاعد بيسبح، يعني بيتحرك حركات بايده زي كانه قاعد بيسبح بمسبحه. موفمنت ديسوردر تسمى موفمنت ديسوردر. هي شوفوا ريجيديتي تريمر برادكانيزيا بطء حركه بوستشر انستابيليتي، البوستشر تاعه حتى بيكون مش منيح. هايبوثالامس، الدوبامين في الهايبوثالامس هو برولاكتين انهيبيتنج فاكتور. برولاكتين هو هرمون مبين من اسمه، برو معناته محفز، لاكت معناته حليب، زي كيف اللاكتوز سكر الحليب، نفس الجذر لاكت معناته حليب. برولاكتين هذا هرمون الحليب اللي بيعمل له انهيبيشن هو الدوبامين. فلما يجد عندك الدوبامين هيعمل لك جلاكتوريا، هيعمل جلاكتوريا اللي هو انه بينزل حليب من الثدي. شغل امبارسنج للومن وماتش مور امبارسنج للمان اكيد. سيتيزت كيمو سبتر تريجازون لو زاد فيها الدوبامين بيعمل لك فوميتنج. increase dopamine causes psychosis الفصام و vomiting اللي هو استفراغ. its reduction produces parkinsonism حكينا عنه و galactoria زيادة بفراز الحليب من الثدي. being also monoamines بيحكي لك norepinephrine and serotonin may be affected similarly by central ducts acting on dopamine. زي ما انتو شايفين احنا في عنا diseases due to increased dopamine, diseases due to decreased dopamine. فانت بدك تلعب على dopamine levels via various mechanisms. ممكن تشتغل على الماور كومت اللي بيشتغلوا على الدوبامين، الانزام اسمه ديجيشن للدوبامين. المهم انك انت حتحط ادويه سنترال عشان تزيد كميه الدوبامين هاي او تقللها. في عندك سيميلر مولكيولز للدوبامين زي نورابينفرين سيرتونين، هذول بيشبهوا الدوبامين. فانت مرات الدوكس تاعتك تشتغل على الدوبامين وبتشغل على هذول السيميلر مولكيولز نورابينفرين سيرتونين. المشكله انه هذول المولكيولز نورابينفرين سيرتونين بيستخدمهم السنترال نيرفس سيستم عشان يوصل مسجز بيناته. فريدكشن اوف ذيس نيو ترانسميترز الليمبك سيستم كوزز ديبريشن. الليمبك سيستم هو المسؤول عن العواطف، فلما يقلوا حتى النوع بالنفس السيرتونين يحصل في عندك ديبريشن. في الراس الريتيكولو اكتيفيتنج سيستم هاي منطقه في البرين ستم بيعمل لك سيديشن. سيديشن يعني بيهديه، يخلي الشخص هيك زي كثير هادي. الراس كل ما زاد الاكتيفيتي تاعه كل ما صار بيرسون مور اديت، كل ما قل الاكتيفيتي تاعه كل ما صار بيرسون مور سيديتد، مخدر اكثر او هادي اكثر. طبعا الراس لو صار ديستراكشن البيرسون بيخش في كوما، بيخش في غيبوبه، بجوز بس يضل هيك على اجهزه التنفس الاصطناعي يعني يموت كلينيكيا، بس يضل على اجهزه التنفس والاجهزه المستشفى. نيجي هون على البريفرال. دوبامين زي ما هو موجود بالسنترال هو موجود بريفرالي. بالبريفرال بيكون موجود بالرينال والكورونري والسيربرال والميزنتريك فيسز. رينال والكورونري والسيربرال والميزنتريك فيسز. جي اي تي ديكريس موتيلتي بيعمل كيس ديكريشن، بس هذا جي اي تي ما بيهمنا، احنا بيهمنا هذا اللي فوق.
دوبامين بيعملهم فازو دايليشن بالبلد فيسلز هذول. فانتو شايفين وين الابلكيشن دوبامين وين ممكن يكون؟ فازو دايليشن الكورونا والسيربرال، معناته كيس بلد فلو للكورونا والسيربرال. وحتى الرينال، الرينال مع انه لس يعني مع انه الرينال لس فايتال، لس فايتال ذان كورونري والسيربرال، سيربرال معناته للبرين، لس فايتال ذان كورونري اند سيربرال بلد فيسلز. الرينال بهمنا برضه، انه الرينال من بين يعني الرينال very sensitive to decreases in blood flow، very sensitive to decreases in blood flow. فممكن يصير عندك acute renal failure اذا قاعد عندك blood flow كثير. يعني عندك مثلا الليفر بيتحمل شوي، عندك السبلين بيتحمل decreases in blood flow، بس رينال كنيس ما بتتحمل، ما بتتحمل decreases in blood flow لفترات طويلة من الزمن، فممكن يصير عندك acute renal failure. فانت الدوبامين هذا اذا انت اعطيته ممكن تحمي الكدنيز من acute renal failure في حالات الشوك، صح؟ تحمي الكدنيز من acute renal failure في حالات الشوك، كدنيز جدا حساسة للشوك. نيجي احنا هسه فارماكودايناميكس الدوبامين. بسمول دوز بيكون D1 agonist، مودر دوز بيكون D1 وبيتا 1 agonist، at a high dose بيكون D1 بيتا 1 والفا 1 agonist. تمام، شوف انت هون ايه D1 agonist بيعمل لك vasodilation، بيعمل لك هدول الافكتس renal corner cerebral mesenteric vessels vasodilation، فبيزيد التيشو perfusion خصوصا لهدول الاورجنز، هدول الفيتال اورجنز. بيعمل لك بي بسمول دوز بس على افكت على دي 1 بيزيد مايكارديا كونتراكشن without increase heart rate. ليش؟ انه بيزيد كاتيكول امينز ريليس بالفنتركل بس نوت ان ذا سينوتريال نود. فالكاتيكول امينز بالفنتركل حتعمل لك increase contraction بس without increase heart rate، لانه السينوتريال نود بس بتعمل increase heart rate ما بتعمل contraction. الفنتركل بيعمل contraction ما بيعمل generation spontaneous action potential، عشان هيك بيزيد عندك المايوكارديا كونتراكشن without increasing heart rate. big dose stimulates beta 1 and alpha 1 receptor، فبيزيد عندك الheart rate وال blood pressure. شايفين هون انت الالفا 1 receptors وعملت الالفا 1 receptors هذولا مع البيتا 1، فالاثنين بيزيدوا heart rate و blood pressure. لو كانوا الفا 1 receptors لحال كان صار في عندك reflex bradycardia، لو كانوا الفا 1 لحال، بس لانك عم تشتغل على الهارت على طول على البيتا 1 receptors تعونه تقعد بتزيد الهارت ريت. uses by IV drip with cardiogenic shock by increasing myocardial contraction with mild increase in heart rate، فبالتالي بيزيد عندك cardiac output، بس يزيد cardiac output يزيد blood pressure، بس يزيد blood pressure بيزيد عندك blood flow. and vasodilation of renal والcoronary والcerebral والorgans هاي مهمة، لما يزيد عندك vasodilation هدول organs انت فعليا قاعد بتنقذ حياة البيشنت. لو راحوا الفايتال اورجانس خلاص البيشنت مات. هدول اهم اورجانس انك تركز عليهم في الشوك. also تعمل attacks on alpha 1 receptors فبزيد عندك مين blood pressure، بزيد عندك مين blood pressure. mainly used in low systolic blood pressure، mainly used in cases with low systolic blood pressure. systolic معناته related to heart contraction. systolic component of blood pressure هو blood pressure بصير that relates to the heart contraction، هو cardiac output component، cardiac output component of the blood pressure. diastolic هو relates to the blood vessels the total resistance. هاي أول use له cardiogenic shock which makes sense، يعني vasodilation coronary وcerebral والشغلات هاي وبيعملك increase myocardial contraction تنسوش كمان كل هال actions هاي منيحة للكارديوجينيك شوك. اثنين hypovolemic shock by vasodilation plus fluids، بس تنساش hypovolemic shock بيكون عشان فيش في عندك fluids، بيكون عندك مثلا نزيف بالدم، بيكون في عندك جفاف. الهارت ما بيكون ماله اشي بالhypovolemic shock، هارت بيكون طبيعي، انت فيش في عندك بدم، هاي هي hypovolemic shock. فانت بتعطي النوع الدوبامين عشان يعمل vasodilation of vital organs، وبتعطي كمان معه fluids، تنساش fluids انه هم اصلا مشكلة. acute heart failure by increased myocardial contraction. عفكرهم بيعتبروا cardiogenic shock هو end stage of acute heart failure، يعني هو أسوأ مرحلة بالacute heart failure.
يس، وبس كمان معلومة من العلم، النورابينفرين يستخدم في أي حالة من حالات الشوك، كارديوجينيك، نيوروجينيك، سبتيك شوك. إيش كمان؟ هايبوفوليميك. النورابينفرين يعني بكل حالات الشوك تستخدم، يعني تفكوش أنا بس هدول الاثنين. طبعا acute heart failure زي ما حكينا cardiogenic shock هي أسوأ إشي من acute heart failure. acute heart failure مش إلا يكون patient، يعني أوكي بيكون patient قاعد بيعاني، في عندك backflow of يكون عنده backflow لأنه heart مش قادر يعمل contraction كويس، الاتريا مش قادر تفضي، عفوا الventricles مش قادر يفضي، فقاعد بيرجع الدم على الاتريا، ومن الاتريا قاعد بيرجع من الرايت اتريا مع ال veins، وبيعمل congestion في الجسم، يعني liver بتلاقينا فيه congestion of fluids. من left atrium وين بيرجع الدم؟ على lungs، فبتلاقيه عنده pulmonary edema، عنده edema في lungs، فمش قادر ياخد نفس، في عنده سوائل بالرئة. بس مش إذا يعني يكون عنده decrease perfusion و والبلاد بريشر تاعه يكون واطي. بس لازم تتدخل بسرعة في الأكيوت هارت فيلير، لازم تتدخل بسرعة. It's a serious condition. بدك شيء تتطور الكارديوجينيك شوك. إنه أكيوت هارت فيلير ما عالجته نهايتها تكون كارديوجينيك شوك within hours. Adverse effects. Chemoceptotrigazone, nausea. بيتا 1 بالبيتيشن، تاكيكارديا، كاردياك اريثميا، احنا اتفقنا بيشغل دي 1 بيتا 1 الفا 1. دي 1 ملهاش ادفيرس افكتس بالعاده، ما عدا بجوز السيربرال فازو دايليشن، هيدك بتعمل السيربرال فازو دايليشن بيعمل لك هيدك، انك قاعد بتزيد بلود فلو للهيد. صراحه تون كويشن مارك، يعني شخص معاه شوك هل انت جد حتاكل هم الهيدك عنده؟ هل هو أصلا حيحس بالهيدك؟ هذا ما هو بشوك، life threatening condition، شخص معاه الشغلات هاي بدك تأكل هم هيدك؟ نيجي احنا على آخر صفحة من هذه lecture اللي هي الدوبيوتامين. دوبيوتامين stimulates بيتا 1 بيتا 2. الابينفرين كان بيشتغل على كل الريسبتورز، نورابينفرين بيشتغل على كل الريسبتورز بس يعني بشكل قوي بيشتغل على الالفا، بيشتغل على الالفا ريسبتورز. كان عندنا سيلكتيف بيتا 2 اغونست، كان عندنا سيلكتيف الفا اغونست. دوبيوتامين عاد بيشتغل على البيتا، بيشتغل على بيتا 1 بيتا 2، ستيمولييتس بيتا 1 ريسبتورز ان فينتريكلز ويزاوت افكتينج دوبامين ريسبتورز، نو فازو دايليشن اوف رينال اور كاتيكولامين ريليز، اولسو انكريس بيتا 2 ريسبتورز، او عفوا بيعمل اكتيفيشن بيتا 2 ريسبتور، بيعمل فازو دايليشن يوزن بيشنت سيستوليك بلاد بريشر اكثر من 90، معناته يستخدم في البيشنتس اللي عندهم بلاد بريشر طبيعي. يوزز باي اي في دروب انلايك دوبامين، دوبيوتامين يوزد مين ان نورمال تنسيفز وذ نورمال رينال فانكشن. نورمال رينال فانكشن ميك سنس صح، واحد رينال فانكشن تاعته طبيعيه، عفوا نوع الدوبامين كنا نستخدمه عشان بيزيد عندك رينال بلود فلو، وان واحد الفانكشن تاعته رينال تاعته طبيعيه، فانت هيك دوبامين هاز لوست ان ادفانتج كومبيرد تو اذر دروجز، هاز لوست ان ادفانتج، وهي انه بيزود بلود فلو للرينال. بحكي لك هون كارديوجينيك شوك واكيوت هارت فيلر، بس هون تستوقفنا نقطه هي انه كارديوجينيك شوك ونورمال تنسيف اصلا وان اوف ذا مين، يعني one of the criteria عشان تشخص cardiogenic shock is hypotension. طلع هون مثلا step up to medicine، خلينا نكتب step up to medicine، هذا كتاب بالكلينيكال.
Cardiogenic shock, okay. Diagnosis. Occurs when the heart is unable to generate cardiac output sufficient to maintain tissue perfusion, can be defined as systolic blood pressure less than 90. يعني بده يكون هايبوتنسيف. أنا صراحة can't make sense يعني. هل في minority of patients بيكون عندهم cardiogenic shock وبيكونوا نورموتنسيف؟ بما أنهم minority ما حكوناش عنهم بكتب الكلينيكال؟ يمكن. حتى شيكت على النت. كده يكون hemodynamic criteria to define cardiogenic shock. systolic blood pressure less than 80 to 90. هاي it's hypotension على الأكيد. 80 to 90 هاي hypotension. أي شيء less than 90 hypotension. يعني cardiogenic shock و normotensive. I can't make sense of that. إذا بتحبوا اسألوا الدكتور شعبان عنها. Acute heart failure with normotension هاي أكيد تزبط. بس cardiogenic shock شيكوا منه مش غلط. وين احنا؟ نقيت هون. هيك بنكون احنا خلصنا هاي sympathetic mimetics. بصفينا البيتا بلوكرز وبنكون خلصنا من الادرينرجيك ريسبتورز كلهم. بنفوت على الكولينرجيك. يعطيكم العافية.